قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا الجهاد المشار إليه في هذه الآية والله تعالى أعلم وأحكم، هو الجهاد المطلق في جميع أنواع الحياة التي يجب على الإنسان أن يبذله، وليس الجهاد الخاص المعروف وهو قتال المشركين والمعتدين من الكفار. هذا الجهاد يا أيها الأحبة هو محور حياة الإنسان، لذلك عقب الله تعالى عليه بقوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لندلنهم على الحق وعلى الخير، ولنفتحن عليهم أبواب خيرنا وفضلنا وإحساننا وجودنا، ولنثبتنهم على طاعتنا. هذا الجهاد الذي هو أصل من أصول الإنسان المؤمن في حياته. أرى وترون ونسمع وتسمعون كثيرا من الكبار والصغار والشباب والنساء والشيوخ جاء إلى المسجد فصار يصلي، حفظ آيات من القرآن العظيم، أطلق لحيته فترة من الزمان، التزمت بالحجاب مدة من الوقت، ثم بعد ذلك عاد إلى ما كان عليه. ما الذي جرى؟ لم يتابع مقصوده في هذه الدنيا. ما المقصود؟ والذين جاهدوا فينا، أي طول حياتهم إلى أن تخرج أرواحهم من أجسادهم، هؤلاء لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقد ورد في حديث إسناده إن شاء الله حسن، وإن كان بعض المحدثين قد حكم عليه بالوضع وبعضهم حكم عليه بالضعف، ولكن الراجح أنه حسن، أن جماعة من الصحابة أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في سرية لقتال العدو، فلما رجعوا قال لهم: قدمتم خير مقدم، قدمتم خير مقدم، ورجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس. هذا الحديث فيه شرح للآية التي أشرنا إليها، ورجعتم من الجهاد الأصغر قتال العدو إلى الجهاد الأكبر، سماه في الحديث جهاد النفس. هذه النفس الأمارة يا أيها الأحبة لا تدع للإنسان شيئا ساكنا فيه أبدا، دائما تحرضه، مهما كان إنسانا صالحا تحرضه هذه النفس، إلا أن يصل إلى درجة عليا فيختصه الله تعالى برحمته: إلا عبادك منهم المخلصين. يا أخي الصوت مقبول، دعه كما هو. إلا عبادك منهم المخلصين، فهؤلاء استخلصهم الله تعالى بفضله وإحسانه، هو ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ما هو بيدي. أما أنا كإنسان عادي مسلم واجبي أن أبذل جهدي ليل نهار وأجاهد نفسي في الصباح والمساء، لأنها لن تدعني، لن تدعني على خير أفعله، لا على صلاة ولا على صوم ولا على صدقة ولا على صدق ولا على التزام ولا على صحبة ولا على أي شيء. ستحربني دوما على الانحراف، وتشدني دوما إلى ترك طاعة الله، وتبعدني دوما عن الصراط المستقيم، وتذكرني دوما بما كنت عليه يوما إن كنت مثلا في بعض أجزاء حياتي بعيدا عن الله عز وجل ومن أهل الغفلة. هذه النفس ستشتغل في ليل نهار، فلذلك لا تتركها تسيطر عليك. أشرت لك، أرى وترون ونسمع وتسمعون أناس ما شاء الله يلتزم بالمسجد، يأتي إلى صلاة الصبح شهر وشهرين وثلاثة ثم لا يصلي قط. يا أخي هونا عليك، هونا عليك. لذلك أيضا ورد في الحديث الذي أيضا إن شاء الله تعالى إسناده حسن: إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. قال إيش شرح هذا الحديث؟ لفظه جزل بليغ. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. من المنبت؟ هو الذي يقبل بسرعة وشدة وعنفوان على مثلا الخير أو على أي شيء، ثم بعد ذلك يتكاسل ويتقاصر ويرجع. ما شاء الله توجه قلبه إلى طاعة الله، صار يجي على كل الصلوات ويصلي كل السنن، هونا ما، هونا ما، قال لا يفعل لا يفعل بس هونا ما،
وما شاء الله لا يقطع أعمال صالحة وقيام الليل ساعة وما أدري إيش. طيب هون ما أنت كنت في أبعد درجات الضلال عن الله، الآن كل هذا تحول فيك بلحظة واحدة بعد عدة أشهر كما قلت، بعد سنة يعود لما كان عليه فيترك كل شيء. فالمنبت هو الإنسان كما قلت الذي أقبل إقبالا عنيفا من حالة من حال إلى حال. فهذا أيضا يكون في الدواب، وشبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا التشبيه العجيب. هذا الإنسان يكون عنيفا في سوق دابته، يركب دابته ويكون عنيفا فيها، يضربها تسرع، ثم بعد ذلك لا تستطيع الحركة فتسقط إلى الأرض ويسقط معها، وبالتالي لا أرضا قطع. يريد الوصول إلى المدينة الفلانية، في منتصف طريق بعد أن عنفها وعادت تحت ميل سقطت، ما قطع الأرض التي يريدها ولا ظهرا أبقى، سيمشي على رجليه إلى نهاية الرحلة، لا وصل إلى مقصوده وأتعب نفسه زيادة عن ما أتعبها في بداية الرحلة. فالإنسان يا أيها الأحبة يقبل على الله تعالى هونا ما ويعزم في نفسه أن يبقى ثابتا. ألا تعترينا حالة ضعف؟ نعم، كلنا بلا استثناء إلا الأنبياء، كلنا مهما كان الإنسان صالحا كما قلت. الآن عباد الله المخلصين الأنبياء ومن اختصه الله تعالى بفضله، وأنا لا أعرف إن كنتم من المخلصين أم لا، بالتالي حتى لو كنتم من المخلصين فواجبي أن أجاهد، لأنني لا أدري، ما أطلعني الله على لوحي المحفوظ لأعلم أني من المخلصين أم لا، بالتالي واجبي أن أثبت على الحق وأبادر على إلى الخير. وهونا ما أنا واضع في نفسي سأبقى أصلي طول عمري، إذا التزمت مثلا هكذا أنا أنوي في نفسي، طبعا إن شاء الله كما تقولون، ولكن أنوي أنا وأعقبها بقولي إن شاء الله للإثبات لا للتذبذب، إن شاء الله للإثبات، هكذا نيتي. المرأة التي ابتعدت عن الانحراف بأنها كانت تتزين وتتبرج، الآن مرحلة مو لحظة واحدة انقلب كل شيء. تسمعون وترون بعض المسلمات اللواتي يشتغلن بما يسمى بالتمثيل، وبخاصة في بلدنا المسلم مصر، ينتقلن من التمثيل والانحراف والضلال والفجور إلى الحجاب الكامل الساتر، ثم يرجعن إلى ما كنا عليه. طيب هون الماء شوي ليس هكذا كما قلنا، إن المنبت لا ظهرا قطع، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ليس هكذا. بالمقابل ستعتريك حالات ضعف، هذه الحالات هي التي تحتاج إلى الثبات والجهاد، لا تترك نفسك. كنت أشعر أن لي وجهة إلى الصلاة أكثر، كم هذه الأسئلة كلنا تراودنا، لما أتي إلى الصلاة كنت أشعر بحيوية، لما أقف في الصلاة كنت أشعر بخشوع، ما عدت أشعرها. طيب ماذا تفعل؟ اترك الصلاة. هنا موطن الشدة، هنا ظهور إيمانك الحقيقي، لا تترك نفسك في حال الضعف، في لحظات الضعف لا تستسلم، في لحظات الفتور يسميها أهل الإيمان وأهل من يشتغلون بعلوم تزكية النفس يسمون هذه المرحلة في الحياة الفترة، يفتر الإنسان من الفتور الضعف، كان له وجهة لقراءة القرآن، كل يوم يقرأ جزء، صار يقرأه بتثاقل، لا تترك نفسك، ولا تستسلم. شعرت بالخشوع، لم أشعر بالخشوع، سأثبت وأبقى على ما أنا عليه. شعرت بالخشوع أو لم أشعر؟ تلذذت في صلاتي أم لم أتلذذ؟ شعرت بالانكسار والذلة أم لم أشعر؟ سأبقى أصلي ولن أترك نفسي. ما الذي يساعدني على أن أخرج من هذه الحالة التي أصابتني؟ حالة الفتور، ضعف الهمة، تغير القلب، عدم الشعور بالطمأنينة التامة، عدم التوجه الخالص للعبادة. الذي يعينني أشياء، على رأسها صحبة الصادقين من أهل العلم والصلاح، أن أتخذ لنفسي أستاذاً، معلماً، شيخاً، مربياً، منبياً، موجهاً. ما وجدت، ما طابت نفسي، ما استرحت، الحل الثاني أن تتخذ صحبة من الأصدقاء الطيبين الصالحين المؤمنين، الذين إذا استشعروا أنك تراجعت أو أصابك الضعف والفتور يراسلونك، يتصلون بك، يشجعونك، أين أنت يا فلان؟ لماذا لم تأتي؟ لماذا ابتعدت؟ لماذا كذا؟ دائما يشجعونك على الخيرات.
هذا أيضا لا بد منه، لا بد أن تتخذ صحبة صالحة، أصدقاء، جيران، أرحام، ما شئت، يكونون من أهل التقوى والإيمان، بحيث إذا أصابني الانحراف شيئا ما أو الضعف دائما يذكرونني بالله. الثالث، كثرة ذكر الله تعالى، هذا حصن حصين، حتى لو شعرت بالضعف أذكر الله تعالى أتقوى. وعلى رأس الأذكار التي تساعدك على الثبات الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الذي يصلي عليه يصلي الله تعالى عليه، والذي يصلي عليه بمعنى يكرمه، يرحمه، يعفو عنه، يقربه. فلذلك كان بعض أهل العلم أيضا يقولون: إذا فقد المربي الصالح أو قل في المجتمعات فعليك بكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعوضك شيئا ما عن الفقد، تعوضك شيئا ما عن الفقد. قال القائل أيضا: ولم يجد من هؤلاء المربين الصالحين، فوجد بعض أهل الصداقة من أهل الالتزام والتقوى، كما قلت يا المرحلة الثانية، قال: تيممتكم لما فقدت أولي النهى، ومن لم يجد ماء تيمم بالترب، والترب طهور وطاهر. لكنها الدرجة الثانية. أما أن أترك نفسي فسأرجع إلى ما كنت عليه، بل لعلني أرجع إلى أسوأ مما كنت عليه. لا يفرح الإنسان أنه كما قلت صارت عنده وجهة للعمل الصالح، الفرح الحقيقي أن أثبت على هذه الوجهة إلى أن تخرج روحي من بدني، هذا هو الفرح الحقيقي، وإلا فالشيطان يشتغل بي ليل نهار. قال الله عن الشيطان: ولو ضلنهم ولو منينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. رد الله عليه: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. اذا بتستسلم بعد ان اصابك الضعف والفتور فقد ضيعت نفسك. اذا محور حديثنا انك اذا اصابك الفتور والضعف وقله الخشوع وعدم الشعور بالطمانينه وتذبذب الايمان شيئا ما في قلبك، لا تستسلم. يا رب انا عبدك الضعيف، لا تكلني الى نفسي طرفه عين. ما اجمل هذا الدعاء النبوي. الإنسان ضعيف، يضعف، يتساهل، يسترخص، يقلل من العمل. لا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيرك طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. دائما انكسر بين يدي الله: يا رب أنا المستسلم العاجز، إن كان فضل فمن فضلك، إن كان خير فمن جودك، وإن كان تقصير فمن نفسي، وأنا أرجوك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قلوب العباد في الحديث الصحيح بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لذلك كان من الدعاء العظيم الكريم: اللهم ثبت قلبي يوم تزل القلوب، اللهم ثبتني بقولك الثابت. هذا من الدعاء العظيم الذي ينبغي للإنسان أيضا أن لا يغفل عنه. فهذه بعض الوسائل التي تعيننا على الثبات في زمن كثرت فيه المغريات والأسباب التي تصدنا عن طاعة الله. اللهم ثبتنا على طاعتك إلى أن نلقاك وأنت راض عنا. الحمد لله رب العالمين.